أعلن رئيس البعثة الطبية المصرية عمرو قنديل أن عدد الحالات التي تم دخولها المستشفيات السعودية وصل إلى 32 حالة. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لرئيس البعثة الطبية المصرية للمستشفيات السعودية التي يعالج بها الحجاج المصريين. في إطار الوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لضيوف الرحمن بالمستشفيات السعودية، قام رئيس البعثة الطبية المصرية بجولة تفقدية بتلك المستشفيات التي يعالج بها الحجاج المصريين للإطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية للعمل على تذليل المعوقات كافة لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. 32 حالة كانوا منومين في المستشفيات، خرج منهم 29 حالة وباقي 3 حالات ما زالوا حتى الآن منغمين في المستشفيات. ال 32 حالة دولت في 9 فيهم اتعمل لهم تدخلات جراحية، 3 اتعمل لهم تثبيت كسور في العظام، و3 تانيين اتعمل لهم أساطر قلبية، وحالة اتعمل لها عملية زايدة دودية، وحالة تانية اتعمل لها عملية في المرارة، استئصال مرارة، والحالة التاسعة أو الحالة الأخيرة اللي هي اتعمل لها عملية قلب مفتوح، ودي كنا عندها النهاردة. والحمد لله هي حياتها اتحسنت وخرجت من الرعاية وبقت في غرفة عادية. طبعا زملائي اللي موجودين معايا اللي هم فريق المرور على المستشفيات هم بيتابعوا الحالات، وبنروح للحالات المنومة في المستشفيات مرتين، مرة صباحا ومرة مساء بنتابع حالتهم. عملنا قاعدة بيانات وتابعنا الحالات دي حاليا في هنا في مكة. الحالات اللي هي اجراءات جراحيه اللي عامل زي كسور، حالات كسور العظام وتثبيت العظام او تثبيت الكسور، وحالات القدم السكري طبعا احنا خدنا قاعده بياناتها وخدنا ارقامهم في مصر عشان نتم متابعتهم في اقرب مستشفى حكومي ليهم ان شاء الله بعد عودتهم بالسلامه، واطمنا على حياتهم الصحيه وان هم يقدروا يسافروا ان شاء الله. واحنا مكملين لحد يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، اخر تفريج ان شاء الله هيكون للحجاج يوم 20 او 22. احنا مكملين سفرنا 23 وفي متابعه مستمره للحجاج دي. كذلك كان في بعض الحجاج ليهم مع امصال المعكورين، المعكورين في مصر او هنا، برضو خدوا جرعاتهم وخدوا الكروت بتاعتهم، واحنا متابعين معاهم ان شاء الله عشان يكمل جرعاتهم في مصر ان شاء الله. الحالات المرضيه المتواجده بالمراكز العلاجيه بالاراضي السعوديه حالتها مستقره بعد عمل التدخلات الجراحيه الدقيقه اللازمه لها، لتبقى تحت الملاحظه لحين اتمام شفائها وخروجها بسلامه الله لارض الوطن. كان صباعي بس معرفش هنا فتح بطريقه غير طبيعيه في الحر، وما اول ما نزلت المدينه فنزف بطريقه لدرجه ان كنت هرجع، قلت هرجع بقى، معقول الناس كلها بتيجي جري عشان تيجي وارجع؟ قلت يا رب قدرناها والحمد لله. هنا عمل شغل عالي قوي بصراحه، المستشفى دي اجمد من الحاجات اللي بره دي كلها، فلا بيخدموا هنا الخدمه بصراحه ولا الخمس نجوم حتى، فالحمد لله ربنا يستر. يعني الحمد لله السلطات السعوديه الحمد لله موفره كل حاجه. لا كل حاجه بصراحه، لا لا لا، خدمه عاليه بصراحه جامده جدا، الحمد لله ربنا تمها على خير والحمد لله. لم يقتصر دور السلطات السعوديه على توفير خدمات لوجستيه ميسره لضيوف الرحمن خلال الرحله المقدسه، بل حرصوا على توفير خدمات علاجيه بل وتدخلات جراحيه دقيقه بالمجان، ليكون شعار خدمه الحقيقي شرف لنا واقعا ملموس. محمد حلمي، التلفزيون المصري.